ضرر. واليمان واسمه حسيل بن جابر، وحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متى مات واستشهد حسين بن جابر؟ اليمان، في أحد نزل، كان معه ثابت بن وقش، وكانوا كبار سن، فجعلهم النبي في الأطم عليه الصلاة والسلام، في الأعالي، في الجبال، فنظر إليه وقال: ما مثلي ومثلك في هذه الدنيا إلا كمثل ظمئ الحمار. ماذا يقصد؟ تعرفون الحمار أنه لا يصبر على العطش، فمعناها الفترة بين عطش الحمار وظمئه فترة قصيرة، يعني قال له وش بقينا في الحياة خلاص، فانزل لعل الله أن يرزقنا إيش؟ الشهادة. قال: ونزل متلثما، فظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قريش، من العدو، فابتدروه بسيوفهم، وحذيفة يقول: أبي 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 أبي، ولكن سبقت سيوفهم إلى اليمان رضي الله عنه وأرضاه، سبق السيف العذل. فقال: يرحمكم الله ويغفر لكم. انظر إلى قلوب الصحابة كيف، سبحان الله. ثم أتوا له بالدية، قال: إني احتسبتها عند الله تبارك وتعالى، فلم يأخذ منهم شيئا. حذيفة لما جاء مهاجرا هو ووالده، لقيته قريش بالطريق إلى أين، فلم يكذب، قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لن نأذن لك إلا أن تعاهدنا إن كان ثمة حرب بيننا وبينه ألا تكون فيه أنت وأبوك، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، حتى لو مع الكافر. نعم، هذه أخلاقنا، وهذه مفاهيمنا، وهذه تربيتنا، وهذا ديننا، كما قال الشيخ الفقيه الوزير الشيخ صالح آل الشيخ. فلما جاء يوم بدر قال ما قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: توفي بعهدك ونستعين الله عليهم. نعم.